إذن أيضا التفاعل مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تتوقف حتى الآن، وزعيم المعارضة يائير لبيد يتصدر بقوله إنه أي نتنياهو خطر على الأمن القومي، وكذلك يبدو أن بعض القضايا السابقة من تهم الفساد أيضا تعود إلى التفاعل مرة أخرى في المشهد الإسرائيلي الخاصة بنتنياهو. صحيح، ولو أن التفاعل فيما يتعلق بمقابلة بنيامين نتنياهو التي امتدت على نحو ساعة بالأساس مع تراجع إسرائيل عن المبادرة الإسرائيلية التي بنيت عليها مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الأمر أثار غضبا واسعا لدى عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين التي أصدرت بيانا بالأمس يمثل كافة العائلات، ثم لاحقا صرحت العائلات كل واحدة على حدتها ضد هذا التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ذهبت العائلات اليوم إلى الكنيست، قامت بالاحتجاج داخل الكنيست ضد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي لقيت هذه الاحتجاجات أذانا مصغية لدى قادة المعارضة الإسرائيلية التي أيدوا عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بالنسبة إليهم، وأيضا بالنسبة إلى الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي غادي أيزنكوت، فهذه تعكس حقيقة ما يفكر به بنيامين نتنياهو، خصوصا أن غادي أيزنكوت أشار إلى أن تصريحات بنيامين نتنياهو هي معارضة لما قيل ولما اتفق عليه داخل مجلس الحرب الإسرائيلي. خلال الفترة الماضية كانت هناك تسريبات من مختلف وسائل الإعلام في إسرائيل أن بنيامين نتنياهو ليس معنيا بصفقة تبادل، وكان ينفي بنيامين نتنياهو هذا الأمر بشدة، وكذلك الصحفيون المقربون منه كانوا ينفون هذا الأمر، لكن بالأمس بالنسبة لكثير من الإسرائيليين خصوصا من المعارضة الإسرائيلية أقر بنيامين نتنياهو بما كان ينفيه خلال الفترة الماضية، واتضحت الحقيقة أنه ليس معنيا بصفقة تبادل أسرى، معني بصفقة مرحلية تمتد على فترة قصيرة جدا لاستعادة جزء على حد تعبيره من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، وبعد ذلك استكمال الحرب على قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس. هذا الأمر يغضب كثيرا جدا، ليس فقط عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، إنما أيضا عائلات الجنود، وكذلك يغضب المعارضة الإسرائيلية والكتاب في وسائل الإعلام. لكن حتى الآن لم يصدر أي تصريح من الإدارة الأمريكية، علما بأن تصريح بنيامين نتنياهو يعتبر تراجعا عن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن حتى الآن لم تعلق الإدارة الأمريكية التي في آخر تصريح لها كانت تتهم حركة حماس بأنها هي المعطل الأساسي لصفقة التبادل. لكن حركة حماس أحمد تعلق وهي مستمرة بالتعليق، لأن تصريحات بنيامين نتنياهو كانت يعني تؤكد مخاوف حركة حماس من أن نتنياهو يريد فقط المرحلة الأولى. قبل قليل القيادي في حركة حماس عزة الرشق قال إن موقف نتنياهو الحقيقي هو عدم التوصل إلى اتفاق والمراوغة لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة. أحمد، كنت قد سألتك عن ما هو مرتبط بقضايا فساد قديمة أعيدت الإشارة إليها في الصحافة الإسرائيلية بشأن بنيامين نتنياهو. بالفعل، وحول قضية تيسن كورب وهي شركة بناء أحواض ألمانية، كانت إسرائيل خلال العقد الماضي بدءا من العام 2019 تسعى إلى شراء غواصات وإلى شراء سفن حربية إسرائيلية من أجل حراسة حقول الغاز الشرقي المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية. بالإضافة إلى الشراء، هناك اشتباه بأن طريقة رسو المناقصات على شركة تيسن كورب الألمانية يشوبها بعض الخلل في اتخاذ القرارات، ربما تكون هناك محسوبية أو فساد وما إلى ذلك من أمور أولا. ثانيا، تقرر أن يكون المسؤول عن صيانة هذه السفن والغواصات نفس الشركة، شركة تيسن كورب، وليس سلاح البحرية الإسرائيلي كما حدث خلال الفترة الماضية. وكذلك مما اكتشف خلال الفترة الماضية هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الموافقة لألمانيا لبيع غواصات إلى مصر، وهذا ما أثار غضب كثيرين من ضباط
قوات الجيش الإسرائيلي والضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي خشية من أن من قيام أي ثورة محتملة في مصر قد تطيح بالحديث. طبعا كان عن أثناء حكم مبارك وبعد ذلك أثناء حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، كانت هناك مخاوف لدى ضباط الجيش الإسرائيلي في ظل عدم الاستقرار الذي عاشته مصر، مخاوف دائمة في إسرائيل في حينها وحاليا من احتمال أن يؤدي اضطراب الوضع الاقتصادي إلى سقوط النظام في مصر، وبالتالي وصول جهات معادية لإسرائيل إلى موقع القرار في إسرائيل وتكون معها أسلحة متطورة بيعت لألمانيا بموافقة إسرائيلية. هذا الأمر أغضب كثيرين في إسرائيل. شكلت لجنة تحقيق لفحص آلية اتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في إسرائيل. بنيامين نتنياهو من بين المشتبهين، كذلك رئيس الموساد السابق الذي كان في حينها مستشارا للأمن القومي في إسرائيل، ووزير الأمن الأسبق بوجي يعلون، موشي يعلون، وهو واحد من الأشخاص الذين انتقدوا بنيامين نتنياهو خلال السنوات الماضية حول اتخاذ القرارات، لكن اليوم هو من ضمن الأشخاص الذين قد يواجهون انذارا واتهامات من قبل هذه اللجنة خلال الفترة المقبلة. قضية شائكة، التقديرات أن التحقيقات فيها ستستمر على سنوات إن لم يكن أكثر من ذلك. شكرا لك يا أحمد دروشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس.